وير لايف. مساء الخير عليكم جميعا أعزائنا المشاهدين والمتابعين في كل مكان أينما كنتم. هذا زياد طارق رشيد يحييكم أحلى تحية وبرفقة زميلي وصديقي محمد التميمي الذي يشاركنا في تقديم هذه الحلقة. مساء الخير محمد. مساء الورد. أحب أن أقول بأن اليوم موضوعنا موضوع رياضي، ولو أنا بعيد كل البعد عن الرياضة، لكن أحاول أن أندمج بالموضوع ونتكلم عنه بصحبتنا ضيفين عزيزين جاء للتحدث إليكم جميعاً عن الرياضة وعن الوضع الراهن والتغيرات التي حصلت في عالم الرياضة في زمن جائحة الكورونا. دعوني أرحب بداية بالدكتور سامي عروس، وهو بطل برياضة التايكواندو الحاصل على الميدالية الفضية لعام 2002 ببطولة العالم للتايكواندو للمحترفين، وأيضا معنا بطل آخر وهو الصديق وجدي بوعلاق، وهو حاصل على الميدالية الذهبية بألعاب الجمباز الحركات الأرضية، وقد حاز على هذه الجائزة في كأس العالم ببلجيكا عام 2007. أهلا بكما ضيفي العزيزين، نورتما هذه الجلسة. طبعا هنالك بايوغرافي وسيرة ذاتية طويلة جدا لكل واحد من هذين البطلين، طبعا أنا لا أستطيع أن أتذكر كل المعلومات الواردة فيها. سأترك كل واحد منهما يعرف بنفسه لجمهورنا الحبيب. أبدأ أولا بالدكتور سامي. أهلا وسهلا، مساء الخير عليك يا دكتور. ممكن تعرفنا أكثر بنفسك وتتحدث أكثر عن بطولاتك؟ مرحبا بالجميع، معكم سامي عروس. أنا حصل على الدكتوراه في الرياضة اختصاص تايكواندو، درست بموسكو روسيا وتمرنت هناك مع الفريق القومي الروسي، حصلت على الميدالية الذهبية بموسكو عام 2004 والميدالية الذهبية لروسيا 2004 نفس الشيء، والميدالية الفضية في بطولة العالم للمحترفين بموسكو عام 2002. وخلصت الدراسة الماجستير عام 2006 اختصاص تايكواندو وتأهيل المدربين، تأهيل اللاعبين للرياضة لرياضة تايكواندو. بعدين تحولت على تونس، اشتغلت مع الجامعة جامعة تايكواندو بتونس. 2008 رجعت على موسكو لأكمل الدكتوراه واشتغلت مرنت فريق موسكو الأكبر لمدة سنتين. 2010 رجعت على تونس، اشتغلت 2009 اشتغلت في الجامعة، يعني جامعة الرياضة بيفصى والثالث في نفس الوقت اختصاص تايكواندو نفس الشيء. نعم. ولما جيت على هون كندا فتحت قاعة رياضة عندي هالخمس سنوات من لما نشتغل، والحمد لله يعني عندنا فريق هلا، عندنا البروغرام فور ايتيد، هذا البرنامج موجود في كيبيك، وعندنا فريق يعني بنسميه إيليت اللي بنشارك به في كل المسابقات.
حضرتك في أي والحمد مدينة لله من مدن كيبك موجود حاليا؟ في جاتينو. موجود حاليا في جاتينو. أهلا وسهلا في أستاذ جاتينو. زياد، بتسأل السؤال عشان تسجل لتايكوندو؟ لا أعتقد، ربما سأذهب ليسلم عليه فقط. ولا امتحان؟ لا بس حتى نتعرف أنه هو وين موجود، نعم حتى إذا في المستقبل أحد يحب يشوف المكان اللي هو يشتغل فيه أكيد طبعا. جميل. تشرفنا بك دكتور سامي. الله يخليك. هو التايكوندو يعني رياضة من رياضات كل الناس يعني. هون تفاجأت لما جيت على كندا، يعني الريكرياتيف يعني المبتدئين فيهم، يعني ما فيش سن اللي تقول خلاص ما عادش فيه بتمرن، يعني في اي سن بدك تتمرن يعني فيك تتمرن يعني. صحيح. وهون الشيء الكويس انه حتى الكومبيتيشن يعني المباريات بيعملوا للمبتدئين نسميه ريكرياتيف، ويعملوا الليليت يعني المختصين. وحتى الريكرياتيف موجود يعني في عندهم سن 35 سنة وما فوق يعني. نعم، إذن يعني تقصد الفعاليات التنشيطية والتدريبية لا تخص عمر معين ولكن متاحة للجميع. بالضبط بالضبط. جزيلا، دعوني أنتقل إلى ضيفنا الآخر وأرحب به أيضا باسمكم، وجدي بوعلاق. ممكن أن تعطينا نبذة مختصرة لو سمحت عن نفسك حتى نبدأ الحوار معكم بخصوص موضوع حلقة هذا اليوم؟ وجدي بوعلاق، أستاذ تربية بدنية، 21 مرة بطل إفريقيا، بطل العرب أكثر من 10 مرات، بطل متوسطي متحصل على 5 ميداليات في الألعاب المتوسطية، متحصل على 5 ميداليات في مختلف كؤوس العالم بما فيها ذهبية بلجيكا 2007، زوز فضية و زوز ميداليات برونزية. تم اختياري يعني على مر 10 سنوات من أحسن 3 رياضيين في تونس، وفي 2006 تم اختياري كأفضل رياضي تونسي لأول مرة في تاريخ الجمباز التونسي. بديت تجربتي الاحترافية في إيرلندا الشمالية حيث حققت نتائج على مستوى يعني عالمي مع الجمبازي متاعي اسمه يوان ماكاتير، اللي هز لأول مرة في التاريخ ميدالية ذهبية في البريتش تشامبيونشيب في مدينة ليفربول. وبعدين تنقلت لهنا يعني كمدير فني في مدينة أوتاوا في نيبين كورونا سكول أوف جيمناستكس، ندرب يعني في الهاي بيرفورمانس فتيان وفتيات. هذا يعني ملخص. ما شاء الله ما شاء الله، يعني الله. ريزومي مشرف جدا وسيرة، يعني فعلا أنتم فخر للعرب ونحن بارك الله فيك. بأن يكون بيننا أبطال مثل الدكتور سامي والسيد وجدي، شرفتم. شكرا. الله طيب يخليك. شكرا. سادتي الأعزاء وضيوفنا الأكارم، مثل ما تعرفون الآن العالم يمر بظروف استثنائية لم يسبق لها مثيل بتاريخ البشرية، أدت إلى توقف كل شيء في الحياة، ومن ضمن ما توقف في هذه الحياة هي متعة الذهاب إلى الصالة الرياضية أو الجيم أو التدرب على يد مدربين بفعاليات وفردية وأنشطة مثل تايكواندو أو كاراتيه أو جودو أو أي فعالية أخرى من الفعاليات الفردية. الآن كلنا محرومون من هذه الرياضة. أنا مثلا أعشق السباحة وليس لي مكان الآن أسبح به، ربما فقط في غرفة الحمام. يعني كيف يمكن للإنسان في ظل هذه الظروف، والسؤال موجه لكليكما سيدي الفاضلين، كيف يمكن لي في هذه الظروف كشخص يحاول على الأقل أن يحافظ على لياقته البدنية أن يحافظ على اللياقة ويتجاوز هذه المحنة أو الأزمة التي نمر بها في ظل غياب حرية التنقل بين صالات التدريب الرياضي والتدريب البدني؟ وأبدأ بالسؤال طبعا إلى الدكتور سامي. والله بالمختصر يعني احنا دائما نحث على الفكره هذه. بعض الاحيان ما نحتاجش يعني، لو مش متوفر مثل الظروف هذه اللي احنا فيها الوقت الحالي، ما نحتاجش
لاكثر من متر مربع بس نحافظ على اللياقه البدنيه بتاعنا. وانا حطيت لينك على في فيديوهات، يعني حطيت 4 فيديوهات منه فيديو تفسير وثلاث فيديوهات تمرين، اللي هما يعني في متر مربع بتتمرن يعني 20 ثانية. حطيت برنامج هكا سريع للناس عشان يحاولون يحافظوا على اللياقة، 20 ثانية تمرين، 20 ثانية راحة، 6 تمارين، يعني بيصير 120 ثانية بين الشغل والراحة، يعني دقيقتين، بعدين دقيقتين راحة، عاود نرجع نفس الشيء، بنعمل هيك 5 مرات يعني. طيب ما أهمية هذه الرياضات؟ يعني إضافة إلى أنه هي ممكن هذه الرياضات طبعا تحافظ على لياقتنا البدنية، لكن هل هنالك منافع أخرى من هذه الرياضات غير الحفاظ على يعني مرونة الجسم ومرونة العضلات؟ هل لها طبعا يعني بتقوية أجهزة المناعة؟ هل لها تأثيرات إيجابية نفسية؟ إذا ممكن تشرح أكثر دكتور. بالطبع يعني هلا اي نسميه هاي فور فيزيك، يعني بيساعد انه بقوي المناعه لما نرتاح كويس وننام كويس، وحيقوي العزيمه، بنسميه يعني بنخرج طاقه، يعني حتى الستريس يعني بنفرغ طاقه، يعني يعاون على اقل الستريس، ولا يعني بالطبع من الظروف هذه كل الناس يعني عندها مشاكل، ولا يعني ما احناش في ظروف عاديه، يعني خلينا انه يبث الامل، وخلينا انه نحاول ان نحافظ على تركيزنا وهدوءنا. طيب دكتور، اسف لمقاطعتك، حضرتك مدرب مثل ما هو معروف، وانت مدرب رياضات بدنيه وتايكواندو، ولك باع طويل في هذا. الان حاله انعدام الحركه في الوقت الحالي ليست مثل حاله انعدام الحركه اوقات العمل والشغل العاديه. يعني في اوقات العمل والشغل نحن على الاقل كنا نقوم بحركات بسيطه، ولو يعني تمشي من بيتك الى سيارتك الى تاخذ مثلا الحافله او تاخذ القطار الى العمل، تمشي مثلا مسافه من محطه القطار الى عملك، يعني هنالك نوع بسيط ولو من الحركه نكمله بعدين بالذهاب الى الصاله الرياضيه والتمرن. الان الحركه اصبحت معدومه جدا، فما هو نوع الحركة اللي ممكن أن أعملها أنا عندي في البيت من أجل أنه على الأقل أحافظ على مرونة الجسم ومرونة العضلات، وبنفس الوقت أحسن مستواي الصحي ومستواي النفسي؟ والله يعني الحركة موجودة أن نلقاها، يعني أسهل شيء أن لو يعني نفترض أن في البيت ما بنجمش نطلع من البيت، يعني اقل شيء ان في البيت يعني في اشياء فينا نعملها، يعني اي واحد فينا في اشياء في البيت كان عن بده وقت انه يعملها، او تنظيم، او يعني اشياء عاديه في البيت، اللي مثلا احنا الرجال يعني الرجال والنساء نفس الشيء، يعني في اشياء مثل ما بعرف يعني تنظيم او دهن، او يعني اي شيء يعني اللي بده شغل وبدنا نعمله بس ما عندناش الوقت له. يعني هلا هذا احسن وقت، ومنا نملى الفراغ، ومنا يعني من نجلس. هو المفيد انه مش انه واحد يجلس على التلفاز وما يتحركش، يعني صحيح. هذا حيولد يعني بخل، حيولد انه ستريس من بعد، يعني نملى الوقت. الشيء الثاني يعني الناس اللي ما متعلمه اني هلا الطقس صار كويس، يعني فينا نخرج نركض برا، يعني اوكي اللي ما يركض فيه يخرج يتمشى شويه، يعني
بس مسموح دكتور به سامي يعني. بدأت الآن تصير قيود مثلا من جانب الحكومة حاليا على تنقل بعض الناس. أنا قرأت في أوكفيل هذا اليوم، قرأت على أحد مواقع الأخبار، أعتقد قناة السي تي في، أنه هنالك عائلة غرموا $880 فقط لأن رب الأسرة أخذ أولاده حتى يلعبون في إحدى الساحات العامة على الرولر سكيت، هذا السكيت اللي هو الحذاء اللي فيه العجلات الأربعة. غرمت العائلة $880 لأنهم اخترقوا شروط الحظر. فمع هذه الشروط المحطوطة علينا حاليا، الموضوعة علينا، حيصير هنالك نوع من الرهاب، أنه هل أنا أطلع ما أطلع، مناسب أم غير مناسب؟ ما هو رأيك وردك على مثل هذا الموضوع؟ وبعد ذلك سأعطي الفرصة أيضا لصديقنا وضيفنا العزيز وجدي ليرد على هذه النقطة. تفضل دكتور سامي. الشروط واضحة هي يعني، لأنه ما تروحش على البارك يعني، يمكن هم راحوا على بارك، البارك يعني صح ما فيكش لأنه هي حيصير تجمع، بس أنا مثلا بالبيت هعمل يعني على يعني المكان تبعي يعني على ثلاث أربعة يعني في الـ مش بعيد على البيت، حتنقل يعني حتمشي شوية ولا حجري ولا يعني مش حي، ما أظنش أنه حيكون ممنوع. صح ويعني والله حسب يعني، مثلا انا الاطفال مثلا يعني عندي طفلين 3 سنوات و6 سنوات، بخرج بهم برا يعني، بس بملا لهم الوقت الفراغ يعني، في عندي يعني عندي مكان وبيت يعني مثل على الطبيعه يعني، مش كبير هو، بس هم يخرجوا برا يشموا هواء نظيف، وفي البيت أهلت لهم يعني مكان مين يلعبوا. وهذا يعني كل أسرة عندها أطفال، وفينا نستغل الأطفال حسب العمر تبعهم يعني، لو أطفال اللي عمرهم يعني 3 سنوات وأصغر وأكثر يعني، من متراوح من سنتين ل6 سنوات، نعم فينا نستغل هذا، لأنه هذا العمر هذا عمر الأطفال بدهم يلعبوا يعني، العمر هذا فينا ان في كثير فن تمارين الحركة يعني، والنشاط الاطفال قاعدين يلعبوا واحنا قاعدين نتمرن يعني، فيك انك انت تتمرن في نفس الوقت الطفل قاعد يلعب، موجودين هذا وفينا نلاقيهم فيديوهات موجودين كثير. لو الاطفال يعني من 6 سنوات ل 15 سنه واكثر، هذا يعني بالعكس هذا الفن هذايا فيك انت تلعب معه، ولا فيك تعمل اكتيفيتي معه، فيك تعمل رياضه معه يعني، فينا نستغل يعني هون لحمة العائلة، وأن نكون مع بعض، هذا راهو شيء يعني يمكن مهم وساعدنا كثير حتى نعم يعني مثل ما نلقى النتيجة. صح، مثل ما يقول المثل أو المقولة الشهيرة، اعمل بالممكن ولا تنسى الطموح، أنه نعمل بما هو متوفر لدينا ويكون بالضبط طموح مستقبلا. شكرا دكتور سامي. دعني أنتقل بالسؤال إلى ضيفي الآخر وجدي أبو علاق. وجدي، سمعت كلام الدكتور سامي، أريد أسألك أنت كيف تحافظ على لياقتك في هذه الأيام؟ والله أنا أشاطر مع رأي الأخ سامي في اللي كان يقول فيه، لكن هناك يعني نقطة مهمة جدا يعني، بخلاف التمارين الرياضية هناك زاد النظام الغذائي لازمنا ننتبهوا له ولازمنا نغيروه، لأنه يعني احنا في وضعية خاصة، لازمنا ننتبهوا الغذاء متاعنا ماهوش يعني نفس النظام الغذائي اللي كنا متعودين عليه في الأوقات العادية لما كنا نتحرك كثير يعني، لازمنا نركزوا على الخضر على الغلال وما نكثروش يعني من الخبز، معناتها باش نكونوا يعني باش نحافظوا على لياقتنا، لأنه الحركة يعني نقصت بنسبة كبيرة. الرياضة هو أفضل شيء في يعني هالمحنة اللي قاعدين نتعداو بها، أنه تكون النفسية يعني مرتفعة ونفسية تكون إيجابية، هذه أول حاجة، لأنه تعرف وإحنا مدربين كي يبدأ قائد السفينة يكون المعنويات نتاعو مرتفعة، فالرياضيين الكل باش يكونوا متفائلين ويتبعوه يكونوا على أحسن استعداد. أحسن شيء هو النظام يومي نتاع عمل
تحدوا انت وتقوم يعني بالحركات هذوكم في اوقات منتظمه. بطبيعه الحال اذا عندك انت يعني امكانيه انك يعني تشتري التريد ميل، هذاك آلة العدو او آلة آلة العدوى الكهربائية، نعم. العدوى الكهربائية، تكون افضل شيء لتجنب اي يعني خطر من يعني المظهر الخارجي يعني من الخارج. نعم. فتكون انت تخدم الانديورنس نتاعك، وبعدين بطبيعة الحال فما الحركات العامة لتقوية العضلات والحركات الخاصة بكل رياضة. واحنا بطبيعة الحال رياضة الجمباز عندنا عديد نخدمه ياسر معناتها بصفة كبيرة على السبيسيفيك ورك اوت سبيسيفيك معناتها كونديشنينج، يعني حركات الخاصة بالجمباز. كما قال الأخ سامي كذلك، أنا عندي التوأم متاعي قاعد نراني فيهم في البيزمنت كل يوم، عامل لهم يعني برنامج محدد لأنه عمرهم 6 سنوات. فاحنا في تعرفوا رياضة الجمباز تبدأ من سن صغير يعني من 5 6 سنوات، نعم. فنستغل الفرصة هذه باش نخدم معاهم العمل القاعدي لرياضة الجمباز. والبارح على معناتها على سبيل المزحة، البارح يعني عملت نظمت لهم زي كيما المقابلة نتاع الجمباز بالميداليات بالتتويج بالتقديم، يعني عملت كانت لهم بطولة رياضية عملت كاملة. لهم بطولة رياضية باش لأنه يعني الصغار ما ينجموش يقاوموا نفسهم. فكرة جيدة أنك تعمل بطولة للأولاد حتى تخليهم يعيشون الحالة، حتى بعد يعطيك السلامة. تنمي عندهم روح الإنجاز وروح التنافس. وكانت عجبتهم كثير، يعني كانوا أكيد مسرورين طبعا. وفرحانين ومتحمسين. فلازم الواحد يكون شوية إنوفاتيف، يعني شوية صحيح، لازم يبتكر يكون عنده متكرر. أفكار جديدة، يكون خلاق في التحكم بالأزمات. طيب، أيضا عندي سؤال آخر وجدي. أنا لما أكون لوحدي مثلا في البيت، كيف يكون عندي هناك حافز على أن أقوم وأنهض من الكنبة في صالة الجلوس وأبدي أتحرك وأحرك نفسي في ظل الأخبار المتناقضة اللي نسمعها، وفي ظل الإحباط المتكرر اللي نشوفه، وفي ظل تزايد أعداد المصابين بالكورونا وما إلى ذلك؟ هذه كلها أمور بتزيد عندي الإحباط، بتأثر على حالتي النفسية، تجعلني ما أحب أتحرك، وبنفس الوقت تسبب عندي ما يسمى البنج إيتينج، أو أني أكل من غير حاجتي إلى الأكل فقط لأنني أريد أن أتخلص من حالة نفسية معينة بعاني منها. وهذه مش مشكلتي، مشكلة الكثير من الناس بيعانون من عدها. ما هي النصيحة التي ممكن أن تقدمها لنا في هذا الخصوص؟ النصيحة سهلة جدا وانت أجبت عليها يعني منذ قليل، أنه الرياضة يعني تقوي المناعة. يعني بطبيعة الحال هناك عوامل أخرى مثل الأكل، يعني اللي يكون على نظام غذائي معين وستريكت، وتكون معناتها تاكل الحاجات اللي هما فيهم فيتامينات والحاجات اللي يقويوا المناعة بتاعك، وكذلك شرب الماء. فالرياضة هي أنك كي تمارسها باش تكون في صحتك، باش تكون اقوى واحسن من قبل بكثير. فالرياضه انت يعني نجم تقول في هالظروف الصعبه دي لازم نمارسه اكثر رياضه، باش نجم يكون الجسم نتاعنا المناعه نتاعو اقوى، وتنجم تقاوم هالامراض والفيروسات ان شاء الله. معناتها هذا يعني يخلي عندك حافز كبير ل يعني ممارسه الرياضه، يعني إذن هي أنت مش تقصد، تفيق من عديد الأمراض. نعم، إذن أنت تقصد في كلامك أنه لازم يكون عندنا حافز ذاتي إلى أن هذه الرياضة ستساعدنا على البقاء على قيد الحياة، أو أنها هي وسيلة من وسائل ديمومة البقاء. فعليه أن لازم نولد هذه القناعة في داخلنا من أجل أن نهتم بصحتنا بشكل أكثر، أليس كذلك؟ صحيح. أنت لما تقوم بتمارين رياضية مثلا، نعم. بعد التمارين الرياضية يعني بتحس بحالة نفسية ممتازة. صحيح أنه بداية التمارين تكون صعبة، يلا باش نقوم وباش نتحرك وباش نتعب وباش سوف أكون منهك، ويعني متعبة الحكاية. ولكن
يعني لما تعملها بانتظام كل يوم بعد ما تكمل التمارين تحس روحك يعني في حالة نفسية ممتازة وممتازة جدا، يعني تحس مظبوط روحك يعني حتى السن بتاعك ممكن ماشي وتصغر في السن بتاعك، معناتها هذه الحالة النفسية تخليك تواظب وتخليك مدمن على ممارسة الرياضة. شكرا جزيلا، إجابة جدا جميلة. دكتور سامي، أسألك حضرتك أيضا، ما هي الوصفة السحرية أو النصيحة الأبوية والأخوية اللي ممكن تعطيها لأناس فقدوا الدافع لممارسة الرياضة في ظل مرض الكورونا؟ والله النصيحة، هو شوف، في أي واحد فينا، أي إنسان في داخله تجيه فترة بده يعمل رياضة، وتجيه فترة أنه فترة الكسل بنسميها، لكن في أي واحد عنده فترة يعني بده يتحرك. الظروف هذه نوعا ما هي تشجعنا، لأنه الظروف هذه بنشوف صح ظروف صعبة، لكن هي أثبتت أنه خاصة توا اللي المناعة متاعه كويسة، اللي بدنه يعني رئتيه كويسين، يعني احنا بنسميه المستوى الاكسجين في الرئتين يعني عالي، اللي اللياقه البدنيه متاعه احسن، اللي يعني حتى اوكي يعني بنشوف انه كبار العمر اللي هم اكثر ناس معرضين للخطر، لكن اكثر من كبار العمر اللي عندهم الامراض المزمنه، والامراض المزمنه اكثر ناس جايتها من قله الرياضه، من الاكل مش صحي يعني، وهذا هو اللي يولد الامراض اللي هم عندهم هلا، تصل بالشرايين ولا الكوليسترول والقلب، يعني كل هذا بيجي، والسكر، يعني كل هذا بيجي من اضرار انه عدم الرياضه والاكل الغير صحي. يعني هذا يمكن اكثر درس يخلينا انه الناس اللي بدها يعني هلا تعيش ما عادش عندها حل اخر، هو انه ممارسه رياضه، يعني شيء يعني ضروري. حتى اللي كان يعني اللي كان متمرن يعني عنده نسميه الريتم، يعني متعود يرجع للعاده متاعه، اللي ما كانش عنده العاده هذه وكانت عنده عادات سيئه، يعني اكثر الوقت هذا يخلينا انه نبطل العادات السيئه. للناس اللي تدخن نفس الشيء، يعني هذا احسن وقت انه نبطل التدخين، لانه حتى الناس اللي تتدخن اي يجيهم فتره بدهم يبطلوا التدخين، ومن بعد يقول لك اوكي حبطل من بعد، ولا يبطل فتره بعد يرجع. هذه احسن فتره انه نتلهب بانفسنا ونتلهب يعني بالبدي تبعنا، وانه ونمارس الرياضه، يعني بالعكس هذا حافز لنا نشوفه يعني. طيب، أنا إجابة جدا جميلة، لكن الآن سؤال لكليكما. أنا شفت حضراتكم على اليوتيوب ناشطين ما شاء الله، وعندكم فيديوهات والبرامج تثقيفية وتدريبية، سواء من ناحية التربية البدنية أو من ناحية التمارين وتقوية العضلات والجسم بشكل عام. الآن في هذا الوقت هنالك أيضا مثل ما ذكرنا في البداية من يحتاج النصح والإرشاد والتحفيز، هل فكرتما أو فكر أي واحد منكما بعمل برامج تفاعلية من أجل التواصل مع الناس وتحفيزهم وهم في بيوتهم؟ يعني بمعنى أني أنقل القاعة إلى بيتهم بدل ما أجعلهم يأتون لي للقاعة التدريبية، مثل ما الآن نحن نفعل، نتكلم مع الناس ونواجههم ونطرح مشاكلهم ونسمع منهم ويسمعوننا عبر هذه المنصات الاجتماعية. هل فكرتما ببرنامج تفاعلي من هذا النوع على الصعيد الرياضي؟ السؤال للسيد وجدي، وبعد ذلك سأنتقل لك يا سيد سامي. بالطبع، وعلى مستوى النادي معناتها اللي ندرب فيه قاعدين نعمل في اجتماعات حول الموضوع هذا، معناتها وابتدينا يعني في فعل بعض الانتراكشن مع لاعبي الجمباز متاعنا، وكانت عندها يعني ردة فعل إيجابية جدا. ولكن انتم تعرفوا هذه تجربة جديدة، يعني قاعدين احنا نحاولوا باش نوصلوا لهم يعني التمارين الخصوصية متاع الجمباز
يعني بطريقة سلسة، يعني كل مرة نرفع في النسق، وكل مرة تجينا يعني فكرة جديدة باش نجموا نوصلوها لهم. ولكن على كل حال أنا يعني باتصال يعني مع اللاعبي الجمباز متاعي، وعلى سبيل المثال يعني عندي جمبازي ياسر السقا من أصل فلسطيني، اللي هو إن شاء الله راح يكون إن شاء الله بطل على مستوى أولمبي وعالمي كبير. وعلى اتصال بأخي أمجد اللي هو الأب نتاعه، يعني ونعطيه التعليمات اللي يلزم يعملهم في المنزل، ويعني وننصحه يبعث لي الفيديوهات نتاع ياسر، ويعني فما تواصل هذاك لابد منه، يعني حاجة لازم. وهنالك تعليق ورد لحضرتك شفته يمكن الآن على الشاشة من أمجد سقا، قال أن ابني ياسر فخور جدا بمدربه وجدي ويتدرب بالمنزل بناء على نصائحه في الوقت صحيح، الحالي. بارك الله فيه. نعم صحيح، ياسر يعني بطل إن شاء الله على مستوى أولمبي وعالمي إن شاء الله. إن شاء الله نتمنى له كل التوفيق. بارك الله سامي فيك. حضرتك، هل فكرت بتقديم برامج تفاعلية تتواصل فيها مع الناس ومع الأشخاص الذين يتدربون على يديك؟ والله احنا يعني بالطبع يعني شغالين على الشيء هذا. احنا من 13 سبتمبر مارس يعني وقفنا الشغل في النادي، ومن وقتها يعني بعض الاحيان بنحط بعض الفيديوهات عشان الناس يعني بتتمرن بيهم، وبالطبع باتصال مع اللاعبين بتاعنا. وعندنا هلا يعني بنعمل 3 مرات في الاسبوع يعني فيديو لايف عن طريق الابلكيشن زوم، يعني للناس هذا بيكون يعني جنرال يعني شامل، بيكون فيها يعني نحاول انه برنامج يكون متكامل للياقه البدنيه. لكن هون انا بدي اوضح شيء، في نوعين يعني، في النوع اللي هما يعني نسميهم الهاي بيرفورمانس يعني اللاعبين المحترفين، هذوما راهم يعني احنا باتصال بيهم لكن هما محترفين، يعني لازم يكونوا هما اوتونوم يعني على حالهم، واحنا بنأطرهم يعني. يعني وهذه يعني فرصة نوجه لهم يعني، سواء محترف او في برنامجه او بده يكون محترف، يعني حتى اللي هو مو محترف ويحلم او حتى بده ان يكون محترف، هذه فرصه يعني فرصة لهم انهم يشتغلوا عندهم الوقت نعم، يعني. لكن اللاعبين المحترفين الأوتونوم اللي ذكرتهم أن هم اللاعبين المستقلين يعني هم قلة، الأغلبية هم الناس اللي يحتاجون للتدريب للحفاظ على اللياقة والصحة الجسدية العامة، فهؤلاء المفروض أيضا أن يكونون مستهدفين ضمن سياساتكم. بالطبع عندكم مثل ما قلت لك يعني بنعمل لهم فيديو لانهم يعني لازم نشجعهم، بنعمل لهم فيديو لايف 3 مرات في الاسبوع، ممتاز. ويعني هم يعني هم وجهدهم لو لقاوا شجاعه انهم يعملوا في يوم الراحه، لانه 3 مرات في الاسبوع بيكون يوم راحه يوم تدريب يوم راحه يوم تدريب، يعني لو يوم الراحه عملوا تدريب مثل اللي نعمله لايف مش حيكون 100%، حيكون حتى 50%، الحمد لله كويس. لو ما حتى ما عملوش 3 مرات في الأسبوع بنحافظ على اللياقة البدنية، لأنه 3 مرات في الأسبوع بنتحرك. ولكن احنا اللي ننصح به أنه يكونوا أكتف في البيت، يعني هو أكتف يعني نعمل أي شيء مفيد، ما نجلس ما نعملش ولا شيء، يعني نعم بنملى الفراغ تبعنا لسات، يعني هذا اللي بدنا إياه. جيد جدا وكلام جميل جدا. طيب الآن لا أدري أين أخي محمد، يمكن هو عنده أيضا سؤال يحب يوجهه إلى ضيوفنا الكرام، لكن أتوجه بسؤال آخر إلى وجدي. وجدي الآن في ظل هذه الأزمة، هل
وردتك أخبار سعيدة عن إنجازات معينة من الأشخاص الذين كنت تتواصل معهم، مثلا اتصل بك أحد أعطاك خبر سعيد عن إنجاز حققه رغم وجوده هو بالبيت. اي صحيح، هي يعني مرتبطه بخصوصيه رياضه الجمباز. انجاز ممكن يكون في يعني في الكونديشنينج، في تقويه العضلات، ولا في يعني عدد الريبيتيشنز اللي بيعملهم لاعب الجمباز. ولكن تعرف انتم لرياضتنا يعني ماهيش كيما مثلا رياضه اخرى اللي ما تتطلبش يعني معدات كبيره. رياضه الجمباز نعرف واحنا يعني بتراهم الجمبازين يطيروا في الهواء، يعني في الهاي بار ولا في الرينجز ولا في الفلور. هذا مش ممكن يعملوا الجمبازي في المنزل لأنه بيكون خطير عليه، ولكن ما شاء الله يعني عليهم قاعدين يتمرنوا، قاعدين يعملوا في يعني الكونديشنينج نتاعهم، تقوية العضلات الخاص، قاعدين المرونة. هي يعني بصراحة الفترة هذه يعني فترة مانتننس، هي يعني باش تخليهم فترة صيانة أو إدامة، صيانة واللياقة نتاعهم يعني باش تقعد يعني في المستوى هذاك، ما تهبطش لتحت. هذا هو يعني الهدف الرئيسي، لأنه على الأقل في رياضتي يعني من المستحيل أنك تنجم تتدرب في المنزل كما تتدرب في قاعة جمباز، تبدأ مجهزة من كل أنواع يعني جهازات الرياضة. نعم. طيب دكتور سامي، أو شفت الآن دخل دكتور جمال. جمال أهلا وسهلا فيك، تحب تسأل سؤال لضيوفنا الأعزاء؟ يا أهلا وسهلا فيك، وأنا بعتذر الأستاذ محمد فصل عنده الخط، لكن عندي سؤال مهم لكلا الكابتنين. الرياضة في شكل عام قبل أزمة الكورونا، شو المشاكل والصعوبات اللي كنتوا تواجهوها خاصة في عملية التسويق؟ هل في دعم حكومي للنوادي الرياضية الصغيرة أم لا؟ أبدأ في الأستاذ وجدي. أي بطبيعة الحال، هي يعني في النادي اللي أشتغل فيه يعني في حقيقة الأمر هي مالكة النادي إنسانة ممتازة، ف يعني استغلت إعانة الحكومة الفيدرالية باش تخلي كل الموظفين متاعها يعني لازالوا يشتغلوا، لازالوا يعني يتقاضوا في الأجور متاعهم. يعني استغلت هذه 75% متاع الويج سبسيدي، ومعناتها بارك الله فيها، هي تحب العمل متاعها كثير، وماذا بها يعني نقعدوا معها أبعد حد نشتغلوا معها فرد قاعة. عفوا، انا سؤالي قبل أزمة الكورونا، هل كنتوا تواجهوا مشاكل في الدعم الرياضي من قبل الحكومة قبل المشكلة هاي؟ اي قبل المشكلة هذه، خاصة في الهاي بيرفورمانس، معناتها كما نقولوا احنا توا على سبيل المثال البطل الواعد ياسر الصقع، اللي هو معناتها اي مدرب في العالم ولا اي نادي في العالم يشوف يقول لك هذا مشروع بطل اولمبي وبطل عالمي، من المفروض يكون هناك دعم معناتها للشباب هذوما، دعم حكومي والا من البروفانس معناتها تاع اونتاريو. انا نشوف ما نعرفش، مثلا انا في تونس بلدي، سياسة الهاي بيرفورمانس سياسة ممتازة، لأنه من صغر سنك يجي يعطيك دعم ويوصلك للهدف نتاعك. هون يعني الأولياء هم اللي عليهم عبء كبير باش يخلصوا كل معناتها مستلزمات الجمبازي في فترته الصغيرة هذيك، حتى لين بعد يكبر ما فماش تشجيع. بيودنا أنه معناتها الحكومة وإلا البروفانس تولي تساعد معناتها الجمبازين هذوما باش يوصلوا ويعاونوا الاولياء انه يوصلوا يحققوا الاهداف نتاعهم. استاذ سامي، السؤال كان عن الدعم الحكومي، نفس السؤال موجه لك. لا مش ما السؤال، اوكي. والله بالنسبه للدعم الحكومي يعني نفس الشيء مثل ما قال الاخ، يعني احنا يعني بالنسبه لنا ما فيش يعني ما فيش دعم. الظروف اللي صارت هلا انه يعني اضطررنا ان نغلق النوادي،
ولسات يعني ما فيش ولا شيء يعني يساعد او يحافظ على الاستمرارية. بس مع الظرف جاي على كل الناس، يعني ظرف صعب، فترة صعبة بنحاول أن نمر بها، وإن شاء الله يعني نمر من الأزمة هذه يعني ولسات. إن شاء الله إن شاء الله. إن شاء طب الله. كيف سترون ما بعد الأزمة، ما بعد أزمة الكورونا؟ هل سنعود إلى طبيعتنا؟ هل ستعود تلك الصالات الرياضية ممتلئة بالرياضيين؟ هل ستزيد نسبة الرياضيين؟ أنا مش عارف، يمكن الأستاذ سامي مش سامعني، فأستاذ وجدي لو بس تتفضل، وبعدين زياد لو تساعدني تسأل الناس. صحيح. والله أنا نتصور أن الحياة يعني صعب على اللي قاعدين نشاهدوا فيه، يعني على الأخبار العلماء معناتها نتاع الطب اللي قاعدين نشاهدوا فيه، صعب باش ترجع الحياة كما قبل، باش تكون هناك يعني حذر كبير من المواطنين، لأنه خايفين، ما زالوا خايفين من الفيروس هذا اللي ما لقولوش يعني دواء، علاج، لقاح لحد الآن. وخاصة يعني في الرياضة، يعني الرياضة فيها يعني كونتاكت، فيها التحام معناتها كبير، ما لا نستطيع تجنب هذا، يعني قرب لاعب من لاعب أو مدرب من لاعب، كما في رياضة الجمباز معناتها لازمني نساعد اللاعب على أنه يؤدي الحركة لأول مرة. ف مانيش عارف كيفاش باش تكون الطريقة، ممكن باش تكون يعني في رق صغرى، عدد قليل جدا في القاعة، يتداولوا على قاعة التمارين بأوقات مختلفة، ولكن أنا أرى أن الأمور باش تكون أصعب من قبل يعني. طيب خليني أتوجه بالسؤال الآن للدكتور سامي. دكتور سامي، يعني كما نقول بالفرنسية les êtres humains ont la capacité de survivre. فالآن إحنا من بعد ما نجتاز جائحة كورونا كبشر، البشرية دائما لديها القدرة على البقاء على الحياة. يعني مرت البشرية بحروب عالمية، ومرت بويلات ونكبات، ومرت بطواعين، ومرت بكل شيء، لكن دائما تنهض، لأنه هذه هي سنة الحياة. ما هو أنت تصورك الآن لمستقبل هذه الرياضات؟ يعني هو أكيد هنالك راح يصير تغيير، لا شك في ذلك، وكلنا متفقون على هذه الكلمات، لا على هذا الرأي متفقون، لكن في المستقبل كيف سترى شكل الصالات الرياضية، وكيف سيكون شكل التدريب الشخصي؟ السؤال لك يا سيد سامي. والله نفس الإشكال، يعني مثل قال الأخوز، يعني الرياضات يعني مثل نفس الإشكال مثل الجمباز. احنا رياضة تايكوندو رياضة يعني فيها كثير، لا مش فيها أصلا، لما نشتغل بار يعني باثنين مع بعض، يعني ولما نشتغل انكور تكتيك يعني بيكونوا اثنين مع بعض، وفي كثير لمس يعني، ولما لو في كومبا يعني كل شيء، كله التمرين كله من الاول للاخر يعني كله لمس يعني. ويعني ومتعلمين انه في القاعات بنكون يعني الناس قريبة لبعض. التغيير صح، يصير تغيير، هذا ما عندناش اي فكره شنو هو التغيير، نحاول نتاقلم مع التغيير. بالطبع يعني هم يمكن حيكون حيفرضوا يعني عدد معين في القاعات، يعني حيكون يعني اكثر اماكن او اكثر تهوئه، وما عنديش فكره شو اللي بيصير، بس احنا بس نحاول نتاقلم معه. لكن يعني مثلا في تمارين اللي هم يعني لازم يكون فيهم كونتاكت، يعني ما عنديش فكرة شو كيف حنعمل، بس بنحاول أن نتأقلم يعني. طيب ربما الآن السؤال موجه لكليكما يا سيدي الفاضلين. طيب الآن إحنا شفنا كل شيء الآن تحول إلى الإنترنت، يعني الناس تمارس مهنها المكتبية، الناس تمارس المهن المكتبية من البيوت على الإنترنت، التعليم والتدريس يمارس على الإنترنت، معظم الشغل هذه الأيام انتقل إلى الإنترنت. هل
سنلاحظ في يوم من الأيام أن تنتقل الرياضة ربما من بعد جائحة كورونا أو حتى في الوقت الراهن إذا طول هذا الأمر أن تنتقل الرياضة إلى الإنترنت؟ يعني أنا أدخل جيم افتراضي أو أدخل صالة رياضية افتراضية أسجل فيها وأدفع رسوم الاشتراك وأمارس الرياضة فيها افتراضيا وهنالك مدرب يشرف علي ويتابع تطوري، هل سنرى هذا الشيء في المستقبل؟ كيف، ما هو ردك سيد وجدي؟ والله ممكن في رياضات الفتنس ولا في الرياضات يعني اللي ما هيش كومبيتيتيف ممكن هذا يصير، ولكن في الرياضات الكومبيتيتيف هناك علاقة الكوتش بالرياضي اللي هي لا تضاهيها أي يعني علاقة على الأونلاين على الإنترنت، ولا يعني مش ممكن، هناك معلومات، هناك تحفيز، هناك فهم، هناك يعني طريقة نفسية أنك تتعامل مع الرياضيين متاعك في الأوقات الصعبة، في يعني بصراحة في الرياضات الكومبيتيتيف صعبة جدا تكون الحكاية، ولكن في الفيتنس ولا يعني الترفيه من الممكن أنها تولي يعني تجارة كاملة، هذا ممكن في الفيتنس. نعم، باعتبار أن كل شيء يتحول هذه الأيام إلى الإنترنت، فربما ممكن لو من الناحية العملية لو أمكن تطبيق ذلك وتحويل التدريب البدني إلى الإنترنت على الأقل خلال هذه الفترة، لأنه ربما سيطول الأمر، قد يأخذ سنة أو أكثر. طبعا بعيد الشر إن شاء الله، لكن لو ذلك بعض التوقعات من هذا النوع، فلو حصل هذا أو لو حصل ما لم يكن بالحسبان، فربما قد يكون هذا أحد الاحتمالات، ولا أنا غلطان دكتور سامي؟ والله هو الفكرة هذه موجودة من قبل، راهي خاصة في الأيروبكس ولا الفتنس ولا نسميهم الكورد جروب يعني، بس كانت موجودة على شكل أشرطة فيديو وسيديات بالضبط، لكن ما نجحتش لأنه هي الفكرة أنه يعني أنه نتجاوز الكسل يعني، وال يعني وأغلب ال يعني أغلب الكاستمر وأغلب الناس يعني هو بيسجل ويروح على الجيم عشان يغلب الكسل تبعه وعشان يفرض لنفسه موعد باش يتمرن يعني، لأنه لو كان هو يعني كل الناس كانت يعني تقدر، في بعض الناس اللي فيها تعمل هيك بس قلة قليلة يعني، اللي أنهم فيهم يفرضوا وقت معين أنهم يتمرنوا فيه كل يوم أو يوم بعد يوم ويتمرنوا بانتظام ويعملوا اللي بدهم إياه، هذا اللي يعرف يعني في يعني في ناس اللي يعني ما عندهاش خبة ما تقدرش أن يتمرن لحالها، وفي ناس اللي حتى لو يعرف ما عندوش القوة يعني أنه يتجاوز الكسل أو أنه ياخذ الريتم هذاك ويمر به، لكن في الظروف هذه ما عندناش حل آخر، احنا بنشتغل به مع المحترفين نفس الشيء يعني بنشتغل معهم، هلا التكنولوجيا صارت احسن يعني مثلا فينا نعمل تقوية نسميها اميليوراسيون دو تكنيك، لانه هلا يعني فيه التكنيك لما تعملها يعني الرياضيين لما يعمل تكنيك يبعثها لك فيديو، فيك انك تعمل اناليز الفيديو وتصلحها وتعطيه ترجع له يعني تقول له كيف يصلح، تاخذ اكثر وقت مش 100% يعني بنص النتيجه العاديه شخصيا. نعم طيب، بس يعني احسن من ولا شيء يعني. أكيد طبعا، مثل ما قلت نعمل بالممكن ولا ننسى الطموح، فطموحنا أنه إحنا نبقى بصحة جيدة وصحة نفسية وعقلية وبدنية جيدة. طيب كلمة أخيرة توجهوها لجمهوركم الذي يشاهدكم اليوم، سأبدأ مع وجدي، ما هي النصيحة الأخيرة والكلمة الختامية قبل أن نغادر؟ والله بارك الله فيكم ساعة على الاستضافة والحوار الممتع ذي اللي أجريته معكم. أنا نحب نقول للناس الكل استغلوا معناتها الوقت الصعب هذايا
باش تتمرنوا باش تمارسوا الرياضة، لأنه الرياضة راهي معناتها باش تنفعكم، هناك فما معناتها نفع كبير على مستوى الصحة نتاعكم، باش تخليكم نفسانيا تحسوا روحكم أحسن بكثير. صحيح أنه يعني صعب، البدايات صعبة، ولكن تشبثوا بممارسة الرياضة بانتظام، فتشوفوا مع مر الأيام والأسابيع تكونوا يعني صحيا بدنيا أفضل ونفسيا أفضل إن شاء الله. وكيف كيف يعني ما تنساوش النظام الغذائي يكون متزن، وشرب الماء شرب الماء ثم شرب الماء، وإن شاء الله ربي يحفظنا ويحفظكم إن شاء الله. آمين يا رب. شكرا جزيلا سامي، ما هي كلمتك الختامية لكل من يتابعك الآن؟ والله نفس الشيء، يعني نحاول أن نستغل الوقت هذايا، أن ما نفكرش كثير، أن نحاول أنه بالعكس، يعني نحاول أنه نستغل الوقت في قيام بأشياء، يعني رياضة، وأن نكون أن نكون أكثر في البيت، يعني في الحياة، يعني الوقت موجود، نحاول نستغل الوقت يعني نعبيه الوقت، ما نحاولش أنه نخلي وقت يمر من غير ما نعمل ولا شيء، هذاك يدخلنا في الديبريسيون ويخلينا في يكثر في مشاكلنا أكثر. يعني يعني عن بالنسبة الاكتئاب أهم شيء، ونحاول أن بالضبط، نبقى بصحة جيدة. ما نكون بوزيتيف، يعني الرياضة تعاوننا أنا نكون بوزيتيف أكثر، والعكس، يعني لأن ما نعمل ولا شيء حيزيد في الاكتئاب، حيزيد في المشاكل، يعني حتعطينا الإنرجي الرياضة، يعني وما نصعبهاش، يعني مش لازم، وحتى الرياضة بالنسبة للناس، يعني ساعات في ناس اللي رياضة كرياضة، يعني عشان بس اللياقة البدنية ما يحبوهاش كثير، مش مشكل، يعني يحاول أن يعملها مرة في الأسبوع، ولا لكن يحاول أن يكون أكثر، يعني يعمل أي شيء اللي هو يحبه. كان في ناس بيقول لك يعني ما بعرف، يعني بحب يلعب أنه سكر، وبحب انه ما بعرف اي شيء اللي هو بده اياه، كل الناس أهم كل شيء انسان المهم أنه لا تبقى أسير الكنبة اكتف. بالضبط والكوتيل، بالضبط بالضبط، لا ننسى تبقى أسير الكوتيل. ننسى التليفون، ننسى التي في، ننسى الالكترونيك، نعم ونحاول ان نكون اكتف في البيت في اي مكان. انا يعني مثل ما قلت لك في الاول، حطيت فيديوهات يعني متر مربع فيك انك تعمل كل شيء، يعني كل التمارين اللي هي تخليك يعني كارديو ورنفرسون كده، يعني يخليك تشتغل كل، يعني تمام. الكرة في ملعب الشخص، وهو يجب أن يعرف كيف يسدد الضربة لفائدة نفسه. أشكركما شكرا بابا. جزيلا ضيفي شكرا العزيزين، شكرا ونحن لكم. سعداء بوجودكم بيننا. جمال، عندك سؤال للضيوف؟ لا، أشكر الكابتن سامي والكابتن وجدي على إعطائهم هذه الفرصة لنا للتحدث لهم اليوم، وأشكر أخوي زياد وأخوي محمد، صار عنده أكيد مشكلة في الكونكشن. أشكر جميع الزملاء اللي كانوا معنا وعلقوا على الموضوع، وفي حطينا بعض اللينكات عشان يستفيدوا منها. نشكركم جميعا، وإن شاء الله نراكم على غد الساعة 8:30 في حلقة رائعة ومهمة جدا عن الجوانب الإيمانية للمجتمع خلال فترة الأزمة. تابعونا غدا الساعة 8:30، ونراكم وتصبحون على ألف خير. شكرا شكرا جزيلا. لكم، وتصبحون على ألف خير جميعا. مع السلامة. شكرا، السلام عليكم.